اسمه تاع ساعة ولا قداش ينجمو ساعة دول أربعة وربع خمسة وربع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مرحبا بكم في درس ومجلس من مجالس رمضان المعظم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر المبارك، وأن يجعلنا فيه من المعتوقين من النيران، وأن يجعلنا فيه من الفائزين، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. درسنا اليوم بحول الله ومدده حول أحوال الصائم في الليل وفي النهار. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا هذا الشهر المبارك لقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وفيه تغلق أبواب النيران، ولله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم أجرها فقد حرم. وفي رواية: وتغل فيه مردة الشياطين فلا يخلص إلى ما كانوا يخلصون إليه. والمردة بتاع الشياطين اللي هما العفاريت والشياطين الكبار، أما الشياطين الصغار فعلى أصح قول العلماء أنهم لا يسلسلون في رمضان. طيب، إذا كان أبواب الجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. طوبى لمن مات في رمضان يتعدى طول الجنة النعيم بإذن الله، وإن كان من أصحاب الجحيم أجلت قضيته إلى ما بعد رمضان، ما يدخلوش للنار الملائكة، يقول استنى، لأن أبواب النيران ما زالت مغلقة، في رمضان تغلق. سبحان الله، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طيب، أن الصائم نبدأ من أول الليل، ماذا يصنع الصائم في السحور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرق ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحور. أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا صاموا، وكان قد افترض الله عليهم الصيام كذلك ولكن بأحوال مختلفة، فكانوا يصومون دون سحور، فالمسلم يتسحر، وتسحروا فإن في السحور بركة، وأقله شربة ماء، أقل السحور شربة ماء قبل أذان الصبح، أي قبل أن يؤذن المؤذن، قبل أن يقول الله أكبر، هنا ينتهي الإنسان عن الأكل وعن الشرب وعن الجماع وعن كل ما شابه ذلك. يعني يقول القائل: أنا ناكل ونشرب وسمعت الأذان قال الله أكبر، نكمل ناكل ولا نقطع؟ أقطع حتى اللي في فمك نحيه ومضمض صحيح ما عادش. قالوا: إلا في حالة واحدة. أنا كيف يبدأ الإنسان غاص بش يعدي نهار كامل وهو غاص يموت، فهذا اللي بش يعديه بشرب ماء، أما بقيها إنسان عادي فهذا لا يؤخر صحوره إلى أن يؤذن المؤذن، وإنما يستيقظ قبل ذلك بقليل، مثال الخمسة غير ربع يذن يفيق لأربعة ونص مثال، وإلا لأربعة وربع يأكل ما تيسر من ماء وإلا تمر وإلا حاجة خفيفة أو شربة حليب أو ما شابه ذلك، ويهيئ نفسه للصلاة. فإذا ما أذن المؤذن وجب عليه أن يقطع كل شيء وينفلت إلى الصلاة، يجي إلى الصلاة وكله إيمان وخشوع، فإنه سيصلي صلاة الصبح وما أدراك ما هي، وهذه مش نتحدث عليها بعد. صلاة الصبح
اللي قال فيها سيدنا عمر وقت اللي شاف الناس يجروا وراء صلاة التراويح ملآن المسجد معب، ولكن في صلاة الصبح يقل العدد صفين ولا ثلاثة وإلا أربعة، أين البقية؟ نائمون. قال وإن التي تنامون عنها خير من التي تقومون، رهيك اللي ترقدوا عليها هذيك صلاة الصبح رأي أفضل من صلاة التراويح اللي أنتم تجروا راه، وإن كل ذلك فيه خير في ميزان حسنات المؤمن. طيب الإنسان بعد ما صلى الصبح مش يمشي، إما أنه يرتاح وإلا يمشي يصلي، وإلا مش يصلي يمشي يخدم، وإلا ينتظر إلى ما بعد الشروق ويصلي صلاة النافلة اللي هي صلاة الضحى أو ما شابه ذلك. المهم أن يكون صائما في نهاره كله من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، أي من أذان الصبح إلى أذان المغرب. إيش يعمل في المدة هذه الكل، سواء كان في عمله وإلا في نومه أو ما شابه ذلك؟ يلزمه يخاف ربي سبحانه وتعالى. شفت النوم متاعك، تنوي الرب سبحانه وتعالى أن يجعل لك النوم ذاك تقوية على الصيام والقيام، فيكون فيه أجر، أنت راقد والملائكة تقيد لك في الأجر، أو فضل ما عند ربي سبحانه. أما إذا كان ما ينويش الإنسان ويرقد يتعدى كأنها ساعة ولا ساعتين ولا كذا، فراغ ما فيه حتى شيء، ما عمل فيه حتى شيء. إذا كان الإنسان في العمل أو في السوق، في المتجر، في الشارع، يجب أن يخاف الله سبحانه وتعالى في سائر الأيام وخاصة في رمضان. إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. يبدأش الإنسان نهاره الكل صايم وبعد يعمل عركة في السوق على حزمة معدنوس وإلا على طرف بطاطا وإلا كذا، يولي يعمل ويخرج من وعيه وربما يسب حتى الجلالة والعياذ بالله في شهر فضيل، وبعد يقول لهم راني محشش أنا حشيشة رمضان، فهذا لا ينبغي أن يكون. كذلك على الإنسان أن يراعي في صيامه أن يبتعد عن المفطرات الحسية والمعنوية. أنا هي المفطرات الحسية، كل ما دخل إلى الفم أو من الأذن أو من العين ووصل إلى الحلق أو إلى المعدة، حتى ولو من الدبر ووصل إلى المعدة، فهذا كله مفطر. يعني فما قطرات بتاعين توصل صداها للحلق يحس بالحرارة، فما زرارق يحس روحه ناشط، هذه ماذا به الإنسان يستعملها في الليل. علاش؟ لأن لو كان يستعملها في النهار ترصيله يقضي في الأيام تذيك بعد رمضان. وكذلك الأشياء ما يلزمش الإنسان يأكل ويشرب، علاش؟ لأنك أنت ممنوع عليك الأكل والشرب في نهار رمضان. يقول القائل أخطأ، حل فريجيدار وجبد شرب ماء وإلا لبن ولا كذا، وبعد ما كمل اتذكر أنه هو صائم. في الحديث من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، هي أطعمه الله وسقاه حاجة. هل في الحديث دليل على أنه لا يرجع الصيام؟ ما فماش دليل. مذهب عمل أهل المدينة مذهب مالك أنه يرجع تلك الأيام التي أخطأ فيها في نهار رمضان. طيب انجو توال مسألة التقيؤ، عفانا وعفاكم الله، الإنسان ربما يزود في الماكلة حتى لن يتقلق في النهار، إن غلبه وذرعه القيء فأخرج ما في جوفه غلبة غلبه التقيء، فهذا لا شيء عليه، يتمضمض ويكمل الصيام متاعه. أما إن لم يغلبه القيء ولكن يشوف في روحه تاعب فأدخل أصبعه في فمه فأخرج ما في جوفه، يقول لك خليني نتنفس، فهذا وجب عليه ماذا؟ القضاء، يكمل الصيام متاعه ويقضي ذاك اليوم. وكذلك بالنسبة للنساء، كما أن الله اختبر صبر الرجال اختبر كذلك صبر النساء،
شوف المرأة ساعات صايمة نهار الكل قبل ما يغرب، تغرب الشمس قبل الغروب بدرجين ينزل عليها الدم، دم الحيض. فهذا أشبيه النهار، نهار كان فترته إن شاء الله أجر الصيام موجود، أما وجب عليها أن تأكل وأن تشرب، وبعد رمضان تقضي تلك الأيام. وبالنسبة للحيض أقله قطرة واحدة وأكثره 15 يوما، هذه بينها حتى للنساء، رو أقل الحيض قطرة دم واحدة في يوم واحد، وأكثره أن يتمادى بها الدم 15 يوما. وفما المعتادة 4 أيام 5 أيام أسبوع، وفما المايش معتادة يعني الجهة الدورة الشهرية وبعد تنقطع وبعد تزيد تعاود الجهة وهكذا. الشعمل هذا 4 أيام مثال نزل عليها الدم، في النهار الخامس طهرت، ويعرف النساء طهرهن إما بالقصة البيضاء وهو ماء أبيض كالجير يخرج إثر الحيض، وإلا بالجفوف أن يجف الفرج ما عادش فيه حتى شيء، ما عادش يخرج لا دم ولا شيء. واضح؟ لهنا تعرف المرأة أنها قد طهرت، هي اغتسلت وصامت وصلت، بعد 3-4 أيام عاود رجع لها الدم. إيش تعمل هذا؟ تلفق العدد. قديش فترتك الأيام؟ 4 أيام. وش تزيد؟ تزيد عليهم الأيام الأخرى حتى لتوصل العدد كم؟ 15 يوم. يقول القائل كملت 15 يوم وما زال الدم خارج، فهذا لا تلتفت إليه. الوقت ذاك تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي ولا تلتفت لذاك الدم الزائد عن 15 يوما، فإنما هو دم علة وفساد. واضح؟ ودم استحاضة. هذا في مسألة الحيض. هي المرأة الحامل في رمضان، قديما المرأة الحامل تصوم حتى ولو أتعبها الصيام، تصوم حتى لنتكمل النهار متاح. الآن لا، أصبحت النساء ضعيفات، وحتى الطبيب يقولها ما يزمكش تصوم، راه يتعبك الصيام ولا يتعب الجنين متاعك. فهذا وجب عليها أن تسمع كلام الطبيب، فإنه أعلم بأحوال الناس من أنفسهم. فلنا تسمع كلام الطبيب وتأكل وتشرب، والأيام وقت اللي بعد رمضان ترجع تلك الأيام تقضيها فقط. المرضع بالعكس، تقضي وتطعم إن قدرت على الإطعام. وديما الإنسان يتحدث على الإطعام ويقول لك راه فيها إشكالية، الشيخ هذا قال لنا 500 ملي، الشيخ هذا قال لنا دينار، الشيخ هذا قال لنا 3000. وربي سبحانه وتعالى وقت اللي يقول فدية طعام مسكين أو فدية طعام مساكين في الإطلاق، ومرة قال لنا من أوسط ما تطعمون أهليكم، حتى اللفظة ذيك ما ننسوهاش، من أوسط ما تطعمون أهليكم. ماكش تطعم إنسان بأشياء فاخرة على الأخر، وماكش زادة باش تعطي حاجة لا توكل ولا تشبع، بالعكس بالعكس. حاجة أخرى، الإنسان يجب عليه أن يفقه أهل زمانه. الزمان متاعنا ليس كزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يخرجون الحفنة من التمر تكفيهم عن الواحد، حفنة غمر متاع تمر يقول له خرج، الإنسان الآخر يقول له يا رسول الله رو ما عنديش، عندي أقل من الحفنة، يقول له خرج نص خرج. فما واحد جاء في الصيام لسيد النبي صلى الله عليه وسلم قال له هلكت يا رسول الله، قال مالك؟ قال لقد وقعت على أهلي في نهار رمضان. هذا السؤال، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش باش يجاوب. قال لها هل لك أن تطعم، هل لك أن تصوم شهرين متتابعين بدله بالصيام؟ قال له لا يا رسول الله ما نقدرش، أنا هذا شهر وبالسيف ما صمت، وكتشوف كيفاش غلبني وغلبتني نفسي. طيب قال هل لك أن تعتق رقبة؟ أو فما العبيد في الأسواق برا، أعطي للسيد مال وقل له أنت حر في سبيل الله. قال له لا يا رسول الله رني فقير ما عنديش. قال له هل لك أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا رني ما نقدرش.
قال لها اصبر اجلس لنا بحذاي، وما هي إلا لحظات حتى دخل رجل بمكتل فيه تمر. المكتل اللي هو الزنبيل، تعرفوه الزنبيل، الزنبيل اللي يبدأ معبي بالتمر. قديش يوكل هذا؟ أقل شيء يوكل 60-70 بالراحة. قال له خذ هذا وأطعمه 60 مسكينا. أسهل شيء من هذه، خذ غمرة وبرا دور على المساكين أعطيهم حفنة غمرة غمرة بكلتا يديك حفن هذيك الرطل. قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، شفت المدينة هذه ما بين الجبلين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، رأني أكثر واحد فقير في المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذه وأطعمه لعيالك، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بنت أنياب. لهنا مش نفهمه في الإطعام بالتدرج، تقدر على 3000 قال نقدر، تقدر على 2000 نقدر، ما تقدرش عليهم، تقدرش على دينار قال نقدر، ما تقدرش على دينار تنجمش خارج 500 قال ما نقدرش، حتى 500 ما نقدرش. فهذا لا شيء عليه. شفت كيفاش الأحكام؟ مش نقوله للقادر حتى اللي هو قادر أنه بش يخرج، قل لا خرج 500 فرنك تكفيك، إيش بش يعمل بها؟ الجائع في رمضان، مش جائع في سير الأيام، في سير الأيام نص خبز وطرف جبن وامسح وعدي وطرف جهريسة وديما لباس. في رمضان يعني يبقى 12 ساعة ولا أكثر وهو صايم، ما كيف الفطر. لهنا يدخل فيه الإيمانيات، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فتفهم الضبط. يعني ما نشبش الخط العلماء أو المشايخ الذين قالوا يخرج 500 ملي، لأن في آخر رمضان مش تجينا الفترة متاع رمضان، فترة العيد ذيك طعمة للفقراء وهي كذلك طهرة للصائم من الرفث واللغو ومن نقصان صيامه، فيخرج عن نفسه وعن من يعوله وحتى الضيوف الذين جاءوا عنده إن قدر على ذلك وكانوا فقراء، فإن كانوا أغنياء أخرجوا على أنفسهم، وكذلك من يعوله من أبناء عمه أو كذا أو كذا، وكذلك للميت الذي أدرك أكثر من شطر رمضان صام معانا 20 يوم بعد توفى، فهذا خرجوا عليه زاد الفدية اللي هي زكاة الفطر، وكذلك المولود الذي ولد قبل فجر العيد على الصحيح، قبل الصبح امتاع نهار العيد قال وع ولد، فهذا خرجوا عليه الفترة. الفترة هذيك هي في الأربعة، اضرب في الأربعة، ضارب أربعة، إذا كان الحفنة امتاعنا قديش مش خرجوا غادي 4 حفنات، إذا كان الحفنة ارطل قديش مش خرجوا 2 كيلو صحيت، إذا كان أنا مش خرج 500 قديش مش خرج غادي 2000. والمفتي علاش ديما يخرج بالأقل؟ باش ما يمنعش الفقراء ما يخرجوش الزكاة متاعه. إذا كان هو باش يقول لنا مثال 5000 ولا 10000 على كل واحد، فما الطبقة الوسطى والغنية هي اللي باش تخرج، والفقراء ما ينجموش يخرجوا، ويبدأ حاس على نفسه ويقول زعم صيامي صحيح ولا مش صحيح. فالمفتي كيف يفتي؟ يفتي على شيء ينجموه الناس الكل، وقت اللي يقول لنا 2000 فرنك الناس الكل تنجم تخرج على الراس 2000. نجيو توا على حسب القدرة، إذا كان أنت في رمضان يا عبد الله تخرج في 2000 فرنك للإطعام، أضرب في الأربعة تولي 8000، واضح؟ باش تخرج رطل متاع تمر خرج 2 كيلو في الفترة، راك باش تخرج 2 كيلو، 2 كيلو تمر، وإلا 2 كيلو مقرونة، وإلا 2 كيلو روز، وإلا 2 كيلو زبيب أو ما شابه ذلك مما يتقوت منه بنو آدم الإنسان. راك ماكش باش تعطيه قمح ولا شعير يبدأ مصخ حشاكم حتى البهائم ما تاكلوش. مشى تعدى للسوق جاب 2 كيلو شعير ودق على باب جاره وقال له هكذا الفترة بتاع رمضان، جاء يشوف فيهم الآخر يلقاه شعير ومصخ ويلزموا تغربيلة ويلزموا يهزوا زادة للطاحونة، هاي خدمة هذه.
ما زالش باش يخدمه تو يتعدى من غادي يبيعه ولا يرجع للبيع، لا نعطوه حاجة باش ينجم ياكلها. هذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صاعا من تمر، علاش؟ لأنها تمر سهل وما فيش كلفة، أمسح وكول. أما باش تعطيه حاجة ماذا بيك تعطيه حاجة أخرى معناها تنفع الفقير بل زيادة على ذلك. وهذه الخرجة هذه خرجت بها أنا رأى خالفت فيها الشيوخ الكل، وسيذكرون أمري بعد ما نموت إن شاء الله. يقول والله شيخ خميس رو قال لنا كسوة العيد، ما لشو هذه ناسينها المشايخ، ولا حد من الأولين والمتأخرين تحدث فيها أن يخرج زكاة الفطر كسوة للعيد. علاش ما جبتش من راس؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. الإنسان الفقير وعنده زوز وليدات مثال نهار العيد شنو اللي يفرح الصغار؟ كسوة العيد هي اللي تفرح، لأن أصحابهم وزملائهم كل لابسين لبسة جديدة وهما اللباس متاعهم مقطع وممزق. فوقت اللي نجيب لها أنا كسوة متاع العيد يفرح بها الوالد والولد، وبذلك أغنيته عن سؤال غيره. يعني يتعدى الأمر لهنايا من حكم التشريع لا للأكل والشرب فقط، بل يتعدى ذلك خيرا من ذلك. وهذا فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى اليمن، وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهم الزكاة، زكاة المال وزكاة الحرث وزكاة المواشي. فكان أحيانا يقول لهم أعطوني ثيابا جاهزة فإنه خير لكم، يعني حاجة سهلة مش تجبد من قرص التعطين، وهو أنفع لأصحاب محمد في المدينة صلى الله عليه وسلم. لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان يعيش حال قومه، يعرف الأحوال في المدينة كيفاش. قد يجد الإنسان في المدينة المأكل والمشرب ولكن لا يجد ثيابا يستر بها نفسه، كذلك الديون، ثم ديون يستخلص الإنسان بها ديون الفقراء والمساكين في ذاك اليوم، فيعتبر فيه إغناء للفقراء والمساكين، والله تعالى أعلم. طيب، كذلك يجتنب الإنسان المفطرات الحسية كما قلنا الداخلة من الفم أم من العين أم من الأنف أم من الأذن إلى غير ذلك قدر الإمكان، قدر الإمكان. أما إن اضطر إلى ذلك فوجب عليه أن يفعلها. هو الإنسان مسكين كرشه مسكرة وما نجمش يدخل للطوالات، يلزم يعملوا له حقنة شرجية مش يتسرح به، يلزم يعملها ميسالش ويقضي ذاك اليوم. هذا يلزم ينحيها الزرس متاعه على خاطر الزرس متاعه مقلقاته على اللخ، ووحدة بركة وما حبش يركح يلزمنا نعملوا له هذا بونج كامل باش يركح. فما ناس تركح في السنين بونج موضعي وتعمل لها هيك تنحيها السنة، هذا ما حبش يركح والطبيب تعب فيها بيزرق له زريقة متاع بنج كامل، البنج الكامل هذاك، فأصبح الإنسان غائبا عن الوعي. فبعد أن يكمل تلك العملية في الفم ولا كذا يولي يرجع انهار يقضي نهار بعد رمضان. ودائما الإنسان يحاول أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كامل شؤونه في النهار، يبتعد عن المحرمات قدر الإمكان، يبتعد عن مشاهدة المسلسلات الخليعة بالليل وبالنهار، ويبتعد عن الغيبة والنميمة، ويقرأ وردا من القرآن في النهار، يقرأ صفحات من القرآن العظيم، لأن شهر القرآن شهر مبارك، شهر القرآن الأجر فيه يضاعف أكثر من الأشهر الأخرى. غربت الشمس وسمع أذان المؤذن، الله أكبر الله أكبر، فقد حل الفطر. ما غير نبقى نستنى في المؤذن حتى لنكمل الأذان، نجيب شرب ماء وإلا بعض التمرات وإلا ما شابه ذلك. بعد ما نشرب ندعو بهذا الدعاء، عفوا، يجمع زوجه وأولاده على المائدة، ما يخليش ولده يفطر وحده، لا، يلمهم الكل على المائدة، مائدة الإفطار، ويدعي اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر
إن شاء الله. ثم يأكل بعض التمرات وشربة لبن أو حليب، ثم يصلي المغرب ويهيئ نفسه لصلاة العشاء والتراويح، لأن بعد صلاة المغرب بش يرجع يفطر، ولكن وقت اللي يفطر ما يرزنش، ثلث لمنفسك وثلث لمشربك وثلث لمأكلك، يعني الأكل ثلث والشرب ثلث والهواء ثلث، ما يلزمش يتقلق الإنسان، ويجي لهنايا بعد ذلك إلى صلاة العشاء والتراويح، وكله آذان صاغية، لأنه سيسمع كلام نازل من السماء. هذه بركة لو كان يتفكر فيها تويذوب الإنسان. القرآن اللي نسمعه فيه من الإمام راه ليس كلاما عاديا، وإنما هو كلام نزل من السماوات إلى الأرض لهداية أهل الأرض. فعلى الإنسان أن يكون على رأسه الطير، ما يتكلم الجملة، يسمع فقط، كان نفس داخل خارج، مش يبدأ يدز وهذه بلاست ويفك وكذا، وهذه بلاست وهذه بلاستيك أنت وهذه كذا، ويبدأ ضوضاء سواء كان في النساء ولا في الصفوف الأخرانية ولا كذا، ما يجيش هذا. ليش؟ لأنه هو جاي للمسجد لربح الأجر والثواب. طيب الإنسان توا في الليل بعد ما صلى التراويح يحمد ربي سبحانه وتعالى، خاصة في الوتر باش يدعي، مثلا يعمل دعاء وتر ولا كذا، يحمد ربي سبحانه وتعالى أن أمد في أنفاسه حتى صام النهار وقام الليل. دي أكبر نعمة، هذا أكبر نعمة، قولوا الحمد لله، لأن في البلاد هذه ولله الحمد والمنة ما عناش برشة فرق، ما عناش حزازيات كما هي موجودة توا في سوريا وموجودة في العراق، متشرذمة الأمة، مقطعة فرق ما أنزل الله بها من سلطان. الحمد لله أمة واحدة، مذهب واحد، إمام واحد، كتاب واحد، قبلة واحد، هذه أكبر النعم. هذا نحمد ربي سبحانه وتعالى أن ما عندناش حروب وقنابل وكذا، ناس يعني شوف في فلسطين وفي بورما وكذا يبدأ يفطر وما يعرفش على القنبلة وقتش تهبط عليه، وما يعرفش على الصاروخ وقتش يهبط عليه، هذه نعمة من عند ربي سبحانه. يستيقظ في النهار يجد جسده معافا ولله الحمد والمنة، تحمد ربي سبحانه وتعالى، تستطيع الصيام وتستطيع القيام. شوف الناس المرضى زوروا المستشفيات وشوف الناس ما يقدرش لا يوقف لا ديما راقد السيد ولا ينجم ياكل كما العباد ولا حد شيء، بكله كاوتشوات، هذه راهي نعمة من عند ربي سبحانه. كيف يشوف وتتنفس مجانا، فما يتنفس بالفلوس بالأكسجين، يلزم يركبوا له الأكسجين بالفلوس، ينحوا له الأكسجين يموت، ينقطع عليه التنفس، وأنت تتنفس بالليل والنهار مجانا. هل طالبك الله سبحانه وتعالى وقال لك الثواني هذه رك عديت 24 ساعة تنفس مجانا؟ هذه لو كانت تحط في كفة الميزان أعمالك الكل اللي عملتها لا تساوي تنفسك بالليل وبالنهار، يحطوا لك التنفس في كفة ويحطوا لك عباداتك الكل، حجيت 7 مرات واعتمرت 12 مرة وتصدقت كذا كذا بالمال وصليت كذا كذا، هاي نشوفه سيف. والأخرى تتنفس ليلا ونهارا مجانا بلوش، فهذه من أكبر النعم. بعد ما تخلى الإنسان في الخشوع هذا وفي المشهد الإيماني يروح للدار، أنت باش تروح للدار تلقى العائلة تتفرج على التلفزة، فيهم اللي يتفرج على الكوميك، وفيهم اللي يتفرج على مسلسل هزلي، وفيهم اللي يتفرج على الفلوجة، مسلسل منحط إلى غير ذلك، وهذه ما يلزمناش نغطوا عين الشمس بالغربال، هذا واقع. فلهنا كيفاش الإنسان يصلح يحافظ على صيامه، يكلم الزوجة متاعه وأبنائه يقول لهم راهو الأشياء هذه راهي ما تليقش بشهر رمضان، وما صحيح ما قالوا لكش يلزمك تتفرج، يعني أنت اللي تبدل في الكوموند، أنت تتحكم فيها مش هي تتحكم فيك، فبدل حاجة تنفعك في دينك ودنياك، لأنه ما صمته في النهار قد تبطله في الليل، والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، العمل متاعك راه ربما يبطل. ساعات الإنسان يتصدق بما مبلغ مالي ولا كذا ثم يتحدث به فقد أبطل العمل،
وإلا يجاهد في سبيل الله ثم يستهزئ بالجهاد فقد أبطل العمل، أو أنه يستهزئ بالناس ويتكبر عليهم فقد أبطل عمله، قل ما أنا أحفظ منكم وأنا أكثر منكم علم وأنا أكثر منكم كذا، فقد أبطل عمله وهو لا يدري. فلذلك نحافظ على صيامنا قدر الإمكان بالليل وكذلك بالنهار. وتعلم أن شهر رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النيران، ولله في كل ليلة عتقاء من النيران في رمضان كل ليلة، وأبواب الجنة كما قلنا راهي مفتوح. الإنسان يلزمه يكون حاذق ويغتنم، اغتنم رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى المنبر ذات يوم فأمن ثلاثا آمين 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 وخطب في الناس، بعد أن أكمل سأله أصحابه قالوا يا رسول الله سمعناك تؤمن ثلاثا، قال نعم لقد جاءني جبريل فقال لي يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة فأبعده الله قل آمين، قال قلت آمين، قال يا محمد من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين، قال قلت آمين، قال يا محمد من ذكرت بين يديه ولم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين، قلت آمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني الإنسان رمضان هذا فرصة، فرصة عظيمة جدا ما يلزمش الإنسان يضيعها. وفما حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث فيه على رمضان، فقال فيه أن الله سبحانه وتعالى يزين جنته كل يوم أو كل ليلة في رمضان، ويقول يخلص عبادي أو يكاد عبادي أن يلقوا المؤونة عليهم ويخلصوا إليك. وقال في آخر الحديث وإن الله سبحانه وتعالى ليعطي الأجر للصائمين في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، وإنما يوفى العامل أجره إذا أتم عمله. صلوا على الحبيب. هذه للإنسان اللي كمل مثال ليلة 27 ولا ليلة 25 وما عاش يصلي تراويح، قلها لا يا ودي صلي كمل واصل، حتى اللي كملوا خدمه ليلة 27 يكملوا ليلة أخرين ليلتين حتى بالخفيف حتى بالصور القصار عادي، المهم قيم الليل، المهم أن تأتي الملائكة تراك تصلي بالليل. هذه ما في آخر رمضان في ليلة العيد الله يوزع الهدايا على من كان صائما وقائما حقا، لأنه من صام إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تقدم يعني اللي قدمه الذنوب اللي عملها في ذاك العام، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الإنسان سيغسل، المريول متاعك كيف يتمسخ؟ أنت تطيش ولا تغسله؟ تغسله، وقت اللي تغسله كيفش يرجع؟ كذلك المؤمن الصائم القائم يوم العيد تشوفه شاحب في رمضان وصايم وقايم وكذا، في يوم العيد تجد وجهه مشرقا بالنور لا إله إلا الله، وخاصة إذا كان صائما لله حقا وقائما لله حقا، لا يريد الثواب والأجر إلا من الله سبحانه وتعالى، حتى ولو يكون أصمر شديد السوادة تجد النور في وجهه، والآخر يبدأ أبيض هك قاوري العينين زرقاء وشعر رصف، ولكنه لم يصم كما يصوم الناس وهو قادر على الصيام، ولم يقم كما قام الناس وهو قادر على القيام، تجده يوم العيد وجهه والعياذ بالله كأنه مسود ومفحم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، الإنسان أكمل شهر رمضان شهرا بالقيام
وبالصيام. شفت الأحوال كيف تتبدل حاله من الصيام إلى القيام، حال في النهار وحال في الليل، وقد يتعثر الإنسان أحياناً. فهذه التعثرات في الخطأ في الصيام أو الخطأ في القيام، أو قد يلغو الإنسان في رمضان وقد يغتاب فلان وفلانة يتكلم فيهم، فهذا صار في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله راهم فما زوز من النسوة راهم ما قدروش أنهم يتكلموا وما قدروش لا يأكلوا وما قدروش يعملوا حتى شيء. نداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أشربوا شرب ماء، فشربوا الماء. وقت اللي ملؤوا في أفهمهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كبوا، فلما خرج الماء خرج دما ولحما عبيطا، يعني وكأنه دم وكتلات متاع الحم. قالوا ما هذا يا رسول الله؟ قال لقد أفطرتا على لحوم بني آدم، ياكلوا في الحومة متاع العباد. أضي تعبير مجازي ولكنه أصبح حقيقة، يعني هما يعدوا النهار متاعهم مش في الذكر وفي قراءة القرآن، وإنما في فلان عمل وفلان عملت وفلان بناء وفلان كون وفلان شرى سيارة وفلان عمل وفلان عمل لاكسيدون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أنه يعني نظر في عيوبه ونظر في نفسه فأصلحها لكان خيرا له. لأن يعني الإنسان نفسك أول حاجة الساعة اخدمها ونظفها ونظف العيال متاعك زوجك وصغارك كذا، ثم انتقل إلى الغير فانصح وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وأول حاجة الساعة تخدم خدمة تجاهد نفسك وتجاهد غيرك، تجاهد نفسك المرة الأولى وتجاهد أهلك وأنذر عشيرتك الأقربين، ومن بعد تنتقل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب الاستطاعة، على حسب الاستطاعة. طيب كيف كان الناس يقضون صيامهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يقضونه كما نحن نقضيه الآن، يصومون بالنهار ويقومون بالليل، ولكن طعامهم أقل بكثير، فالواحد منهم لا يجد إلا بعض التمرات وشربة لبن بشق الأنفس، وبعضهم لا يجد ذلك فيصوم ويفطر على الماء، على الماء. وأكثر غزوات الرسول أو بعضها كانت في رمضان، في رمضان، ويجاهدوا في سبيل الله في ذاك الطقس الحار. لماذا؟ لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، كي يصل إلينا هذا الإسلام غضا طريا، لأنها اللبنة الأولى هي خير القرون. أذكر علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. واختلف العلماء في القرن، فمنهم من قال 30 سنة، ومنهم من قال 50 سنة، ومنهم من قال 100 سنة، ومنهم من قال 150 سنة، ولم يقولوا شيئا بعد ذلك. يعني أكثر حاجة 150 سنة، يعني 150 سنة الأولى، و 150 سنة الثانية، و 150 سنة الثالثة. 450 سنة الأولى هذيك راهي فيها الخيرية، تعرفش علاش؟ لأن فعلا بعد 450 سنة هذيك اندثرت أمة الإسلام، بقيت إلا المعالم، بقت كالحيوط، كان المساجد تدل على أخبار القوم. أما الفعل راه الكتب اللي تشوفها، الكتب العلمية اللي نشوفها تو، ما وصل إلينا إلا عشر معشارها. يعني الأصل أن في الكتب العلمية اللي كتبوها العلماء، علماء الإسلام، ما يغطي نهر دجلة والفرات. وانتم تعرفوا وقت اللي دخلوا المغول إلى بلاد الإسلام والكتب كلها كف ثقيلة عملوها الكل عبوا بها دجلة والفرات وتعدوا عليها قنطرة، وأصبح ماؤهما أسودا بالحبر. الماء متاع دجلة والفرات أصبح يعني أسودا بالحبر، مش تعرف العلماء وش كتبت. ومن بعد العلماء عاودوا رجعوا قدر الإمكان اللي وصلوهونا نحن، فلله المنة ولله الفضل. الناس جاهدت في سبيل الله والناس صامت وكذا وصبرت باش يوصلنا الدين. أذك علاش اللبنة الأولى هما أهل القرون الأولى الخيرية. أذك علاش النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي سمع بعض الأشياء بدو يتحدثوا في أصحابه
قال لهم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم ما في الأرض جميعا ومثله معه ما قدرتم قدر مد أحدهم ولا نصيفة. لو كان الإنسان ينفق ما في الأرض جميعا ومثله معه ما يوصلش إلى عمل صحابي جليل من صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، حفنة وإلا نصف الحفنة ما يوصل لهمش، لأنهم كالنجوم بأيهم اقتديت اهتديت. وكانوا يختلفون نعم، ولكنهم يتفقون على أمر سواء، يختلف وبعد يتفق على أمر الله سبحانه وتعالى. كان إذا أخطأ الواحد فيهم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كي يصلحه، وقت اللي يجيب له الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله وأمر رسوله يقولون السمع والطاعة، ما عندهمش نحن أبالكش وشوف لي على ثغرة أخرى أبالكش. واضح؟ وراه الفقه قد يختلف من إنسان إلى إنسان ومن عصر إلى عصر. حصل في قرطبة أن ملكا من الملوك جامع أهله في الليل، ثم جمع مجلس القضاء الشيوخ الكل، وقال لهم لقد وقعت على أهلي البارحة، ما تقولون؟ يعني افتوني، أعطوني حل. كل الشيوخ قالوا له نرى أن تطعم 60 مسكينا، ففرح إلا شيخ واحد قال له لا نرى إلا أن تصوم 60 يوما متتابعة. علاش حسب رأيك نظر هذا الفقيه نظرا آخر؟ لأنه الملك لو كان تقول له أنت أطعم وهي سهلة وما يسالش، يولي يستسهل الأمر ويولي ينتهك حرمة الشهر ويولي يقع على أهله كل ليلة ويطعم القرية كلها. وهذه حصلت راه، فما ملوك حتى في الخليج، أنا نتذكر في العمرة دخلنا الرستوران نتعشوا، جينا باش نخلصوا أنا صاحبي، قال لا لا برو راه خالص، راه الأمير الفلاني راه جاء أعطاه كاش من الصباح للمساء، اللي يدخل ياكل ويخرج، يدخل ياكل ويخرج ما يخلصش، أموال طائلة. يعني الإنسان اللي عنده أموال كثيرة جدا لو كان لا ينضبط بضوابط الشرع يضيع، تولي تسهال عنده الأمور، يقول لك ما يسالش يا أخوي وباع هات ونفطر ونطعم. لا، قلوا لا، يلزمك تصوم، لا تصوم يعني 60 يوما متتابعة باش يحس هو بك الذنب اللي عم ما عادش يعاود يرجع. وكذلك جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله هل أستطيع أن أقبل زوجتي في نهار رمضان؟ قال لا. وبعد ذلك جاءه شيخ كبير طاعن في السن فقال له يا رسول الله هل أقبل زوجتي في نهار رمضان؟ قال نعم. حسب رأيكم السؤال نفس السؤال والجواب ما هوش كيف كيف. علاش؟ لأن الشيخ الكبير يملك إربه، أي يملك نفسه، لا تؤدي به القبلة إلى الجماع. أما الشاب الصغير اللي مازال متزوج جديدا فهذا قد تؤدي به القبلة إلى ما بعدها إلى الجماع وما بعد ذلك، فأغلق عليه الباب. هذه باش تفهموها راه الفقه يدور حول أحوال الناس ويتغير على حسب الزمان والمكان. ولذلك قال العلماء كل العلوم نضجت واحترقت إلا علم الفقه لم ينضج بعد. كان الفقه ما زال ما نضجش. علاش؟ لأن كل عام باش تجينا مسألة جديدة. كناش نسمع نحن بوباء كورونا، ما كناش نسمع، والناس اللي توفت فيه والناس كأنها حلمة ولله المنة والفضل، توها لباس الأمور. لو كان تتذكر العامين اللي فاتوا ولا اللي قبلهم تقول كيفاش كانت العباد عايشة، اللي بالكمامة واللي بعاد على بعضهم، والجنازة ما يحبوش يهبطوها خايفين منها، والناس كل تزرق وخايفين وتلاقيح، ولا فيها فقه الوباء كامل، وتعطلت الجمعات وتعطلت المساجد. تتذكر ولا ما تذكروش؟ كأنها حلمة كيف يتحدث فيها الإنسان كأنها عندها 100 سنة وهي لا، بالأمس القريب، بالأمس القريب. نجانا الله منها لكي نعيش يوما جديدا. الناس اللي ماتوا قبل كورونا لو كان معناها صادفناهم ويحيهن ربي سبحانه وتعالى ونقول لهم راه صار بعدكم كذا وكذا يصدقونا؟ تم يصدقونش،
يقول لك لا، وآلاف مؤلفة رأي ماتت بسبب هذا الوباء. نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن قدر الله البقاء واللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.